ألو، هلأ شفت البيبي، صحته عالي العال وكمان كتير حلو. لا لا لا، ما فينا ناخده هلأ، إذا ضغطنا عليهم بتكبر القصة ويمكن ما ناخده. إذا عطونا إياه من حالهم رح تسهل الأمور كتير. إيه، ما تاكلوا هم أبداً، أنا عمته ورح أخذ البيبي. اللي قدرتوا تدبروا المصاري؟ ممتاز، لكن استنوا خبر مني. مع السلامة. عفوا، طيب وشو الإجراءات هلا أستاذ؟ يعني نحن شو لازم نعمل؟ إيه فهمت. إيه عمته، يعني هي هيك عم بتقول عمته. فهمت عليك. طيب بس مع هذا كله حضرتك سأل واستفسرنا على الموضوع، يعني مشان نرتاح شوي. شكرا لك، ناطر تليفونك. شو كان عم يقول؟ والله إذا كانت قرايبته للولد وفي رابط دم بيناتهم، إذا ما عطيناها الولد أكيد فيها تاخده عن طريق المحاكم فتون. جان، والله أنا ما ارتحت إلا بنوب لهالمخلوقة، قلبي من جوا ما ارتح لها. عم تفهم علي؟ ما فيني أعطيها سمعه أبدا. ما بقدر. رح أطلع لفوق شقة عليه وانزل.